تفضل ابني. الحين الفصل الثالث شابتر كم؟ بالكتاب تبعكم؟ لا للمس نعم في الالمس في ال ام اس اعتقد شابتر، والله بتذكر، دقيقه خليني اشوف، اشوفه هلا بعد شوي اشوفه ان شاء الله. هذا سبعه صح؟ سبعه ايوه شابتر سبعه اللي هو نفسه ايجاد المساحه بين منحنيين. اذا فايندينج ذا اريا بتوين تو كيرفز، ذيس از اور ليسن توداي. اذا قبل ان نبدا بالدرس خلينا نردد النشيد الوطني مع بعض شباب، اوكي؟ ويا ريت الكل يوقف على السريع طبعا. يعطيكم العافية شباب، نرجع لموضوع درسنا. بعد أن حيينا العلم، موضوع درسنا هو إيجاد المساحة بين منحنيين. ما زلنا بنفس الدرس، أوكي. Outcomes learning students will be able to find the intersection points between the intersected curves, find the area between the two curves. For real example, Sheikh Zayed Bridge, this is two curves. How to find the area between the two curves? Okay, all these issues. I think explained yesterday, but today we focus on how to find the area by using horizontal division. This is the new horizontal division. I solved one example yesterday about this, but today, today inshallah, this is our lesson today, horizontal division. How to find the area between the two curves. Here, the formula, the function here, outer function minus inner function. Which outer function? This outer function, fy. Fy minus gy inner function. الدالة الخارجية ناقص الدالة الداخلية. والتكامل راح يكون على الواي هنا. لذلك نشوف ما عاد في شيء اسمه x. Fy, gy, dy. Be careful about this. This is horizontal division. اللي هي التجزئة الأفقية. Okay. Yesterday, I solved this example. Yes, I solved this example. But today, I will solve another example. Another example. Okay, this example. This example, find the area that is bounded by two curves. By two curves as follows, y equal x power 3 and y equal x square minus 1, where x between 1 to 3. How to find the shaded area between the two curves? حدا بيعرف كيف نحل هذا التمرين؟ يا شباب، شباب الكل معي؟ ايوه استاذ، ايوه
تمام، حدا بيعرف كيف يحل هذا التمرين؟ I will try to how to find the area which the أول شيء نجمع x كيوب والx ناقص x سكوير ناقص واحد نسوي الانتجريشن اوكي من واحد لين ثلاثة اوكي ممتاز يعني الاريا what تساوي equal from 1 to 3 اوكي الان here which outer function الاوتر فانكشن which outer function here minus the inner function. Okay. Which inner function? The inner x squared minus 1. The inner? No, this is outer. This is outer, the براني, the خارجي. This is outer. Okay. Well, this is what? Inner, هذا الداخلي. منصور ركز. يعني قريب على الواي صح؟ يا يس يس هذا الخارجي هذا الداخلي. اوكي وي كان رايت هير الاريا انتجرال فروم 1 تو 3 which outer between two brackets x square minus 1 اوكي minus what minus x power 3 all these inside this dx right we can find this by using calculator احسبنا اياها بالحاسبه كم تطلع انا راح احسبها يدوي هيك x power 3 integral over 3 minus x power 4 over Four. This is the integral. يطلع minus 13.3. 13.3 minus. في غلط انتبه. المساحة لا يمكن أن تكون سالبة. أستاذ يعني لو طلعت المساحة سالبة يعني إحنا عكسنا بين الأوتر والإنر صح؟ ممكن إيه أو استخدمنا أو كتبنا الأقواس بطريقة خاطئة. أستاذ سالم الأستاذ سالم علي عون يقول لك تحياتي لك يا أستاذ خليل تحياتي للأستاذ سالم وبارك الله فيك حياك الله شكرا يا عبد الناصر أوكي شباب شات. أنا لأنه ما عم شوف الشات عم اشتغل على الشات أوكي شباب الآن شو الناتج الكل يحسب الناتج عكستها الأوتو ولنا طلعت 9.3 يعني الآن كتبتها صحيحة هيك الآن بإمكاننا نحن نحسبها بالتعويض يعني مثلا هنا بنعوض أول شيء بثلاثة 3 باور 3 over 3 minus 3 minus 3 over 4 هاي لحال over 4 minus 1 يعني minus here 1 over 3 minus 1 minus 1 over 4 تعطينا الناتج النهائي يعني هاي راح تطلع 27 على 3 يعني 9 9 ناقص 3 راح تطلع 6 6 ناقص سنة هاي 3 أس 4 3 ضرب 3 ضرب 3 4 مرات يعني تطلع 81 تقسيم 4 تحسبها المهم كم طلع الناتج بالنهاية؟ مين حسبها؟ يلا try to solve this try to find the final answer كي شباب يلا في غير منصور وين عبد الله عامر؟ ما استاذ قاعد احسب يلا اوكي I am waiting you ناقص 13.3
ناقص 13.3 مستحيل ابني. كم حسبتها؟ انا جربت طريقة عكست الانر والاوتر طلعت 9.3 بدون ناقص. صح كلامك. تعرف هنا احنا التجزئة هنا افقية ولا رأسية؟ افقية. التجزئة هنا رأسية. الحين التجزئة هنا شو؟ التجزئة رأسية كون عم 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 كامل على الاكس. التجزئة بهالشكل هاد راح تكون رأسية. معناته احنا اخطأنا بالحل. ليش؟ انه بالتجزئة الرأسية ناخذ الابر ناقص شو؟ ماينص اللور. ايوه اذا صح. فهذا الخطأ اللي صار، لذلك شفتوا كيف عم تطلع معنا الإجابة خاطئة وما احنا مقتنعين فيها، نتيجة الخطأ بين التجزئة الأفقية والتجزئة الرأسية. حلو الخطأ هذا اللي أخطأناه، حتى الطالب يتعلم، حتى الطالب يتعلم تماما. إذا هير عندي تجزئة، إذا هير ذا vertical diffusion، إذا هير أبر أبر ماينس ماينس شو؟ ماينس lower. Okay, this is we can remove this and remove this. Okay, here this is the upper خط الأعلى و this is شو؟ lower, right? Be careful about this. I can here we can show we can replace here and all these you should remove. Excellent يا منصور. إذن لازم الإنسان ما يقتنع مباشرة بأنه الجواب صح، لأنه لازم تكون إجابة موجبة. ففي عندك خطأ تنتبه، ما تكون إجابة موجبة معناتها في عندك خطأ. Okay, now what we can do? Lower the upper x power 3 minus between practice x square minus 1. منصور قديش طلعت لنا الناتج؟ 13 over 9 over 2 13 power 4 give me the answer. 93/10. Okay. 9.3. Okay. نتأكد من هذا الجواب شباب. This is the final answer. Excellent يا منصور. Did you understand عبد الله عامر؟ ايوه استاذ فهمت. انا اول مره طلع لي بعد نفس الخطا نكتب 13. Yes, because here vertical. لأنه هنا التكامل على المحور من S. إذن here vertical division. Okay. Activity 3. Activity 3. In terms of A1, A2 and A3, identify the area given by each integral. الآن بالعكس. أعطاني ثلاث مناطق، ثلاث مساحات مختلفة A1, A2, A3. المطلوب مني بالسؤال التكامل هذا integral from 0 to 2 2x minus x square أي مساحة بيعطينا؟ Which area this integral can calculate؟ يلا فكر ثم أجب. Think then answer me. Think then answer me. Okay. Did you see? شباب انتوا معي؟ All of you with me؟ ايوه. يس يس. يعني اول شيء نحسب الـ A2. لا
المطلوب منك كل شيء جاهز الحين، بس اللهم أن أقول لي هل integral this integral which is equal which area that is integral can calculate. صالح أنا سمعت صالح تحت Area 3 صح؟ لا Area 1 Area 3 و 2x minus x squared يعني بيكون في yes البارابولا yes يعني هذا الخط الأزرق أيوة الخط الأزرق ومين الخط الثاني؟ Area 1 ناقص Area 3 نو صفر كيف؟ السلام عليكم ايش هو السؤال؟ This integral where 2x this is 2x okay I will help you in the first question here sorry this is 2x yes mm-hmm. Well, this is x square where is 2x this is yes where is x square this is x square this is 2x upper minus lower which area gives a2 yes a2 okay نفس كذا يعني the first اذا the first one a2 طيب try to solve b and c and d okay بي هي اريا 1 بلس اريا 2 بي ليتس مي بي اريا 1 بلس اريا بي اكس 1 صار بي اريا 1 اظن صح بي اريا 1 بي اريا 1 اي ثينك تو ريفيو يور ستيبس صالح اكسلنت Which this is here, which upper here? This is y equal 4, right? This is 4. Yes, x square, which x square? This one, right? And this one. عندي هالخط هذا شايفينه هذا الخط مع مين مع الخط الأزرق أعطاني المساحة هاي كلها اللي بيناتهم. A1 plus you. A2. Yes, A1 plus A2. Yes, excellent, Saleh. I know that. Try to solve C. C here. Horizontal division. Yes, horizontal division. يعني تجزئة أفقية يعني التكامل على الواي من صفر لأربعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. Which answer? Two minus square. A3 ولا كيف؟ A2 محمد A2 I don't know you should think about this so I will not give you the final answer think A3 okay let's see together this is here vertical here vertical what vertical horizontal sorry horizontal what horizontal division like this horizontal division from 0 to 4 from 0 to 4 this is horizontal division from 0 to 4
Excellent. Which line outer? This is outer. Right? Yes. Two. This is two. Which el inner? This is el inner. El inner, you should hear y equal x square, but you should take the root square both sides. So here, square root for this, x. Yes, here. Even here equal what? Equal e, a, a3. A3. Yes, a3. This is the answer. Be careful about this. Like the final, D. Integral from 0 to 4, square root y minus y over 2. Okay, which answer? Which area? A1, A2, A3? A3 plus A2? استاد كلهم. بنشوف. بنشوف خطوة خطوة. This is أستاذ. This is square root. A1 أستاذ. بنشوف. This is the blue line. Yes. This is the outer. A2 بس. This is the يطلع A2. Yes. Uh-huh. Oh, this is the inner. Because if divided by 2 here, divided by 2 here, x equal y over 2. This is the red line. This is the inner. Oh, this is the outer. Okay, the outer minus the inner here. Then the answer, final answer, A2. A2. Excellent. فهمتوا شباب؟ هذا تطبيق مثال متكامل عن كل درسنا، عن كل الدرس اللي صارنا من الأحد عم نشرح فيه. اوكي شباب؟ طيب. Did you understand this؟ عم تسمعوني؟ فهمنا. اوكي. نعم. تمام. طيب اوكي. الآن بنروح على كهف. يلا شباب. كهف. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال أستاذ؟ حياكم الله. أرجو إنه ما حد يتأخر شباب على الحصص. لا أستاذ، أنا دخلت من أول بس ما سجلت الحضور، ما فتحت المايك. يلا سمعت طلاب. واضح الشاشة عندكم؟ لا لا. ما ظهر شاشة الكهوت أستاذ. إيش هي واضحة شباب؟ أوكي يلا. ثواني. نعملكم شيرينج عليها. واضحة؟ ايوه استاذ ايوه. يلا. Thank you.
Okay, hurry up. Join to the our game. Welcome, Mr. Muhammad Ahmed, Abdul Aziz, Amir, Salah Abdullah, Mohsen Ahmed, Muhammad Saeed, Muhammad Maher, Mansoor. What is else? What's the next? Hurry up. We will start. Are you ready? Go, go, go. Yes, let's start. Find the area between two curves. Here. Can area surface be negative? So when yes. I'm true or false? True, true, sir. So when I'm yes, yes, I know that, but not working. ما ما سوينا كم تعلق علينا. I know that. I know that. Excellent. Okay. Question two. Determine the area between the two curves. You can use calculator. Don't answer quickly. This is dumb. Abar. صفر صح سر. Yes, from 0 to 1. This is abar. This is dawar. استاد. Square ولا cube؟ نعم. الx lower. This is the lower. This is the lower. Y equal x square. The integral from 0 to 1. From 0 to 1. The lower. Square root of x minus x square. Answer. 3 seconds. 1 second. Oh. Yes. Right. Excellent. لا حطيته الحاسب معلق عندي. الحاسب السابق. عبد العزيز ذا فيرست وان اكسلنت عبد العزيز طلع لي الحين طلع لي الجواب راحت عليك what is the equation to find the area between two curves formula which formula to find the area between two curves yes اصبر ساعه على طول على طول هذا سؤال تحدي مع الوقت Question 4. Find the area between two curves. Y equal x squared and y equal 2x minus x squared. The upper or lower? The upper from 0 to 1. طبعاً هنا كيف تعرف إنه هذا upper ولا lower؟ طبعاً هنا هاي x squared راح تكون للأعلى. وهاي نيجاتيف اكس سكوير راح تكون للاسفل راح تكون للاسفل معناتها هاي الاعلى هذا ذيس از ابر 2x minus x سكوير ذيس از ابر ذيس از لور واي ايكوال اكس سكوير انتجرال فروم 0 تو 1 يلا يوز كالكوليتر تو فايند ذيس الأحمر الأحمر يلا يا أخي Yes, 1/3. This is the right answer. Excellent. Oh, Muhammad Ahmed, the first one. Abdul Aziz, go down one position. Okay, be careful about this. The last question here. Find the area enclosed by the curves. This is the upper. This is the lower.
This is the upper x square minus 2x minus 1. Lower minus 2x square minus 2. From negative 1 to 1, this is the terms of the integral. In negative 1 to 1. Use calculator. We have enough time to find the final answer. Don't answer quickly. The upper x تربيع ناقص 2x. Yes, minus x تربيع minus 2x minus 1. واللور. This is lower negative 2x. إيش رأيك يعطيك الإجابة وخلاص. الأحمر هيك لا غدي الأخضر الأخضر لا دقيقة دقيقة في شيء بنفسجي أستاذ طلع لي بالنكتب أنا أستاذ نعم طلع لي بالنكتب عرفت تلسك علي ها حطه النفس لك هولي موجي ما في مشكلة أنا سألت عليه خليش أيه نرجع أستاذ عطاك الجواب تسول فيها منصور third position عبد العزيز second و the first one هو I think which one محمد أحمد عبد العزيز ومنصور excellent اوكي شباب الان عندنا كويز اوكي عندنا كويز الان كل ندخل على الكويز في رابط على ال ام اس او انا بعطيك الرابط الحين على الشاتين اوكي حتى ندخل على بس خلينا نعمل لود للنتائج سيف هير الان في عندنا في رابط لل في عندنا كويز المفروض انتم تعملونه امبارح بس انا شفت انه ما حد اشتغله الكويز اللي هو راح يكون هنا هذا هو الكويز الكويز هذا الرابط انا راح احاول اني انسخه واحط لكم اياه على سوري هذا الرابط اوكي راح احط لكم اياه على الشاتينج الان هذا الرابط بتاع الشاتينج الكل يدخل عليه يلا ابني يلا بعت لكم الرابط انا ادخل وحل الكويز على السريع اوكي شباب عم تسمعني ابني ايوه بعت لكم الرابط انا حصلت الرابط؟ ايوه استاذ يلا الكل يدخل عليه بس الكويز يبان ندخل حساب استاذ نعم يبان ندخل حساب ايميل دخل حساب الشخص حق المدرسة ايوه دخل حساب ايميلك ايوه ايميلك تبع هاي المدرسه المدرسه اوكي دخل ايميلك المدرسه يعني استاذ بالضبط تمام نعم يعني انت لا هذا
هذا بدون وقت. من يوم ما شغله ولا الساعة الفلانية يقفل؟ لا لا بدون وقت بدون وقت. خذ راحتك. تحسب كوز هذا امتحان صح؟ نعم نعم صحيح. هذا هو أنا راح أعملكم شير عليه. هذا هو الكوز. هذا هو. هذا الكوز. Just I think four question. إذن today we okay. سهل يعني قبل شوي حلينا نحن قسم منه. عرفت علي؟ ومن موضوع درسنا يعني مش صعب. خلص ما شاء الله عليك. ياي اشتغل صور ما اشتغلت. نحن تشتغل أبكى درجة كاملة حبيب. درجة كاملة يا صالح؟ نعم. ممتاز. congratulations. أحسنت يا صالح. شد حيلك هذا الفصل صالح. فأنت عندك إمكانيات رائعة. إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا ناخذ غياب الحضور. انتم عم تحلوا كونكم عشان نسجل غياب الحضور فرد مره. اوكي نشوف البارتيسيبنت هير. كم واحد الحاضرين؟ حاضرين 13 طالب. عبد الله عبد الناصر موجود. عبد العزيز موجود. احمد نجيب موجود. حمزه مخوت موجود. محمد احمد موجود. محمد ماهر موجود. محمد سعيد. محمد عبد الله. سيف سلطان. صالح. عبد الله عامر. محسن. منصور. تمام تمام. خلينا نشوف كان مين الغايبين. الغايبين هلا راح يبينوا معنا. هلا هون راح نسجل كل حضور ما عدا الغايبين. عبد الله حمد ما ظهر معنا الاسم. محمد ماهر موجود. محمد احمد. ناصر ما ظهر معنا. سعود ما ظهر معنا. سعود سعود موجود. سعود. سيف سلطان كمان ما ظهر معنا. سيف سلطان. سيف سلطان موجود. سيف سلطان اوكي طيب. عمر عمر أحمد. عمر أحمد غايب. هاشم غايب. أوكي أحمد نجيب حاضر. منصور محمد سعيد محسن صالح كله موجود. سلطان يزيد. سلطان يزيد. سلطان يزيد غايب اليوم. عبد الله عامر محمد عبد الله كله موجود. إذن الغايبين يا شباب للتأكيد عبد الله حمد وناصر أحمد وسعود محمد وعمر وهاشم حسين سلطان يزيد. أوكي شباب تم الحفظ. حليتوا الكويز؟ أستاذ قاعدين نحل الحين دقايق. يلا طبعا الحصه وشكت على النهايه. خذوا راحتكم طبعا. حلوا الكويز وارسلوا لي. بيرسل تلقائي اصلا. بس تعمل سبميت تظهر نتيجتك بتشوفها وتوصل النتيجه لعندي مباشره. شو رايكم بفكره الكويز؟ حلوه. ايوه نعم. استاذ كيف كان درس؟ عندنا حصتين اليوم ولا حصه؟ لا حصه واحده فقط. ها هي الحصه هاي.
شوف اليوم كان الاتصال رائع جدا، ما في مشاكل بالنت، فكانت الحصة رائعة. شو رأيكم بحصة اليوم؟ صارت حصة حلوة. بارك الله فيك. رائع استاذ. نعم. طبعا انتهى وقت الحصة الآن. اوكي الشباب مطولين؟ استاذ يبغالنا شوية. ما في مشكلة يا ابني، خذ راحتك، انت بامكانك تطلع من الميتينج وتكمل الكويز، يعني الكويز مفتوح الزمن. عرفت علي؟ مش محدد بوقت. نعم، فبامكان الكل يعمل لوج اوت فروم ذا ميتينج وكمل الكويز على راحتك. اوكي كومبليت ذا كويز، هاف يور تايم. انا خلصت وجبت علامة كاملة. اوكي نو بروبلم، اكسلنت. اي ويل سي اول ذا your marks. All of you should leave out now from the meeting. Finally, I would to thank you for your effort in this lesson. Thank you so much. You're welcome, Mr. Ron. We thank you for teaching us. Thank you. Welcome. Mr. Mahsin, بارك الله فيك. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله. بس الكل يعمل ليف اوت بليز. حياكم الله، نراكم غدا إن شاء الله. عبد الله عامر عمل ليف، ابني عبد الله عبد الناصر عمل لي لوك اوت. لوك اوت بليز. طبعا كمل الكويز، خذ راحتك، ما في مشكلة، بس اعمل لوك اوت. Thank you. Thank you, Mansoor. Abdullah, Ahmed Abdullah Abadi, please look out. Okay. Please look out.